مشهد عفوي لم يكن متفق عليه، صور بالخفاء ووثق بالتفصيل ما حصل. أبطال الحكاية المؤثرة هم مجموعة أطفال من مدينة الموصل الحدباء، فما وراء هذه الحكاية هذه المرة؟ بالقرب من إحدى المدارس الابتدائية يجلس رجل فقير تاهت به السبل وتقطعت به الطرقات، لم يجد مأوى له غير الرصيف. حاله هذا كحال كل يوم، يصعب منظره على العابر على عابر السبيل دون مساعدة من أحد. إلا أن طالبات المدرسة قررنا مساعدته على طريقتهن الخاصة. كيف ساعدنا هذا الرجل المحتاج الذي يجلس على هذا الطريق بعفويتهن المعتادة؟ لنتابع ماذا فعلنا. إنسانية وإيثار وحب، حب مساعدة الآخرين والشعور بمعاناتهم، معاني عدة سامية جسدها هذا الموقف المؤثر وكان الأكثر تداولا على منصات التواصل. فبرغم صغر سنها الطالبات إلا أن الفتيات بقناعتهن وبرضا منهن يتنافسن فيما بينهن ويقدمن واجبتهن الخاصة بالمدرسة في صباح كل يوم لإطعام هذا الفقير. إنسانية الأطفال لاقت إعجاب رواد منصات السوشيال ميديا، وأفرزت العديد من ردود الأفعال والتعليقات والإعجاب لما فعلنا. نتابع مقطع الفيديو تابعناه، لكن نتابع التعليقات الآن التي ستظهر على الشاشة، ونبدأ مع التعليق الأول مع ليون إيراك. يقول ليون إيراك: هذا المشهد وكثير من المشاهد نتيجة التربية الصحيحة من الأسرة. أطفال العراق عندهم إنسانية أكثر من ساستها، وبارك الله بمن رباهم وأحسن تربيتهم. تعليق آخر من الحقيقة تقول في تعليقها: فطرة الخلق التي أودعها الله تبارك وتعالى تجدها في طفولة العمر، فلو استمرت وحافظنا عليها في الكبر لكنا أفضل من الملائكة. أيضا هناك مداخلة وتعليق من أم أشرف: ظاهرة رائعة وجزاهن الله خيرا هن وأهلهن، ولكن تصرف خاطئ جدا. الخوف من ضعاف النفوس لا ينتحلون شخصية الفقير، وهم بالأصل عصابات أو تجار بشر. الدنيا ما بها أمان، وعلى الجهات المعنية متابعة الأمر. تعليق من عثمان حسن يقول: عثمان، الأطفال أحباب الله، قمة الإنسانية تبدو في هذا المشهد. الفطرة العراقية والأخلاق الحسنة لا تدرس في المدارس بل تأتي من البيوت. العراق بلد التعايش الإنساني، نتمنى أن يتعلم السياسيين من هذه التجربة.